بودكاست لمحات يأتيكم من شبكة مايكس للبودكاست. مرحبا بالجميع، هذا بودكاست لمحات، معكم هاشم الهلال وحمود الباهري. في بودكاست لمحات نتناول في كل حلقة كتابا وفيلما في التاريخ وعلم الاجتماع والسيرة الذاتية والسياسة وما إلى ذلك. فيما يتعلق بكتابنا لهذه الليلة، تفضل يا أبو سمو. هو كتاب تقديم الذات في الحياة اليومية لإيرفينغ غوفمان، وهو كندي من أصل أوكراني من أبوين يهوديين. وكان غوفمان مهتم أو اشتغل فترة في حياته في صناعة الأفلام، وكان أيضا من الناس المغرمين بلعب القمار، ولأن لعب القمار يعتمد على قراءة حركات الخصوم. وأيضا كان مهتم هو بالعلم الاجتماع والحياة اليومية. وتولد من هذا كله أنه خرجه بنظرية أنه حياتنا عبارة عن مسرح، وأننا نؤدي أدوارنا في هذه على خشبة المسرح بناء على الجمهور، بناء على تصرفات ما حولنا. فالمسرح التمثيلي أو المعتاد يوجد نص يعني مسبق، لكن في واقع الحياة لا يوجد نص، فنحن نؤدي مسرحية أمام الجميع وكل واحد له دور. يقول حتى تنجح المسرحية وحتى ينجح المشهد لابد أن كل واحد يؤدي دوره بنجاح. فأنت إذا كنت في وضعية الأب لابد تؤدي دورك كأب، إذا كنت في وضعية طالب لابد تؤدي كونك طالب. طبعا هو يقول أنه لا يكفي الدور الوظيفي، لابد أن تصدر منك أفعال. المعلم مثلا الذي يجلس ولا يمارس أي سلطة على طلابه سوف يفقد يعني سلطته كمعلم. هو يضرب مثال ظريف أنه النادلة الجيدة إذا دخل زبون وجلس على طاولة لم تنظف بعد تقول له بكل لطف لو سمحت، مثلا الزبون مثلا جالس يقرأ قائمة الطعام تقول له لو سمحت ممكن تسمح لي نظف الطاولة، وتسحب منه قائمة الطعام، فهي لم تدع له فرصة لأن يعتذر. فيقول أنه في هذه الحياة أنت أدي دورك بنجاح ولا تدع الآخرين يعطلوا هذا الدور المنوط به. جميل. الآن أتصور فيما يتعلق بالأدوار، يعني هذه النظرية وهذه الفكرة يعني مألوفة، لكن فيما يتعلق بالأدوار، اختلاف الأدوار ألا يعتبر نوعا ما نفاقا أو ما تطرق للكاتب؟ هو تطرق هذه النقطة، هو يعني هو فكرته أنه إحنا إذا أدينا الدور فإننا نتلافى الحرج الاجتماعي. فنفترض مثلا أنك أنت واحد من ذهب مع عائلته في مناسبة اجتماعية إلى ضيوف وقال واحد منهم نكتة السامجة، فالمفروض أنك تضحك حتى لو كانت نكتة يعني بايخة، لأنه الدور الآن مفروض منك حتى يتلاشى الحرج أنك تبتسم. مثلا في العمل قد يكون بينك وبين شخص عداوة لشيء معين، إذا هو جاء وصارح لك أنه أنا عدو لك أو أنا أكرهك، فهو شال القناع اللي يفترض أن يلبسه أنه زميل عمل ونحن نتعاون في إنجاح العمل. يقول هو أن لبسنا الأقنعة هذه تأديتنا الأدوار المختلفة يخفف من التوتر الاجتماعي. أنت مثلا على تأتي لأصدقائك ولديك قصة أو موقف، أول ما تجلس تقول والله صار لي اليوم موقف عجيب، فهم بين أمرين، يا إما أنهم يتفاعلون معك يقولون أوه صار عليك اليوم فأنت تسترسل بالقصة حقتك المحبوبة لديك، أو أنهم يتجاهلونك فأنت تحتفظ بقصتك هذا حتى ما تعرض لإحراج أكبر. فهو الأدوار يعني تختلف على حسب السياق. فأنت مثلا على سبيل المثال من الأمثلة الظريفة أنه الأصل أنت في العمل من 8 إلى 5 أنك تعمل، أنك ما تتحدث مع زملائك بغير العمل كيعني كشكل بشكل رسمي، لكن واقعيا الناس يتحدثون. فلما يمر مدير على مجموعة موظفين هو المفروض هم يتظاهرون أنهم جالسين يتحدثون في شؤون العمل، والمفروض المدير يتظاهر أنه صدقهم، لأن بالطريقة هذه يتلافى الحرج الاجتماعي. لكن إذا واحد من الأطراف هذا كسر هذه القاعدة يصير في نوع حرج اجتماعي، يعني المدير ما يقدر يأنبهم أنهم جالسين يضيعون أوقاتهم، وهو واقعيا يعرف أنه هذا لا يمكن شيء. هذا حنا مثلا في أوضاعنا الاجتماعية ممكن مثلا تركب مصعد يأتي وراءك شخص واحد عابس، فهو يرسل لك رسالة أنه يعني لا تحتك بي، أنا لست في يعني مزاج جيد، فأنت تحتفظ بالإحراج أنك أنت تبدأ معه بحديث. طبعا في نقطة أنه حنا تأديتنا للأدوار هذه هي نوع من التمثيل، تقديم الذات.
وهو ليس يعني سلبيا، يعني أنت بعض المرات أنت تريد الآخرين يعرفوا عنك عن مشاعرك من دون ما تقول لهم بصراحة، يعني تريد أنهم يعرفون أنك حصل لك شيء إيجابي في حياتك فهم يهنئونك أفضل من تقول لهم ترى صار لي شيء فلاني. ومن الأشياء الظريفة التي تذكرها في الكتاب في أيام الخمسينات بسكن الطالبات، كانت الطالبة إذا يعني هو كان في هاتف عمومي، فكان مثلا ينادون فلانة تعال، ينادون اسمها، فكانت بعض الطالبات تتأخر بالرد حتى الأخريات علمنا أنه في أحد نادى. ففي الطريقة هذه كانت تفتح وسيلة للصديقات أنه يسألون من اتصل علي، وهي جزء من اللباقة الاجتماعية. طبعا بالتأكيد احنا في تأديتنا لهذه الأدوار أنه إذا صار في فارق كبير بين الصورة اللي نقدمها للآخرين وواقعنا سوف يعني نفشل في تأدية الدور، وقد يتأثر حتى أدوارنا البقية، يعني نفقد المصداقية لننظر أمام ناس عبارة عن محتالين أو منافقين أو شخص متصنع. فهو يقول لابد أنه تقديم ذات يكون بطريقة يعني لابقة، وأنه ما يكون بشكل فج. يعني من الأمثلة التي يذكرها أنه سيدات الطبقة الوسطى في الخمسينات كانوا يتظاهرن أنهم يقرأن المجلات معينة، فكانت تضع الواحدة منها المجلة في البيت لجاء الزوار فيقول أوه ما شاء الله أنت تقرأين المجلة فلانية، مع أنهم كلهم يعلمون أن هي ما تقرأ، أن هي تقرأ مجلات أخرى. بس نوع اللباقة الاجتماعية أنه يعني أنا يعني مهتمة بثقافة. في مسألة أخرى ذكرها غوفمان أنه أنت لا يمكن أن تتحكم بأدوار الآخرين، يعني أنت ليس كل الآخرين لديهم الذكاء الاجتماعي واللباقة أنه يعينونك في تأدية دورك، فقد يعني فلابد أنك تكون حذر مع الأشخاص اللي ممكن يعني ينزعون القناعة من عندك ويقولون أنك أنت مجرد ممثل وأن الدور هذا لا يصلح لك. فحتى تتجنب الحرج الاجتماعي فيك وتتجنب الأشخاص هؤلاء الذين يدمرون المشهد. شكرا جزيلا حمود، كتاب بسيط أتصور وجميل ويلامس جزء من حياتنا اليومية البسيطة، كون يعني كل منا يلعب دور مناطبه كما الدور الذي نلعبه نحن الآن يعني في تقديم هذا البرنامج للمستمعين. كيفني وأنا أفهم كتاب حقك بس حلو. فأشكرك جزيل الشكر، أذكر أنه كتاب بيكون في خانة الوصف إن شاء الله. طيب الآن حنا أخوي هاشم حنا خلصنا من فقرة الكتاب ونأتي إلى فقرة الفيلم. فيلمنا اليوم اسمه هاكسو ريدج، وفيلم أمريكي من إخراج ميلي جيبسون الشهير، عرض عام 2016، مبني على قصة حقيقية تناول سيرة جندي ومسعف أمريكي يدعى ديزموند دوز. ديزموند هذا مسيحي متدين معارض للحروب، معارض للعنف، يتطوع كمسعف في الحرب العالمية الثانية. طيب الآن حين هو اللي أنا فهمت منك أنه هو معارض للحرب، فكيف يكون معارض الحرب وهو عسكري في نفس الوقت؟ سؤال جميل، شخص جميل أيضا. شكرا. ديزموند دوز هو كشخص مسيحي متدين معارض للحروب بصورة عامة وكمبدأ. أثناء حدوث الحرب العالمية الثانية حدث له شيء، ألا وهو أنه وجد كل رفاقه وأصدقاءه وزملاء أو بقية العائلات استهلكت أو أصابتها كثير من الآلام والمآسي بسبب هذه الحرب. فوجد نفسه أنه قد يمتلك دور لينقذ هذه الأرواح وهذه الأنفس، ليساعد في تخفيف وطأة الحرب هذه الدامية. فديزمن تطوع في حقيقة الأمر ليكون مسعفا وليس جنديا، يعني ليكون مسعفا طبيا وليس مقاتلا في الحرب. وقصته طريفة للأمانة، لأنه وهو تطوع كمسعف، لكن كونك شاب في العشرينات من عمرك تتطوع في حرب تدعى الحرب العالمية الثانية بين حلفاء والنازيين واليابانيين وغيرهم، حرب كبرى يعني تعتبر. غالبا الجيش الأمريكي اللي بيسوي بياخذك بيخليك مجند، يعني الصورة النمطية المعتادة أنه الجيش محتاج مزيد من الجنود ليقاتله، مش محتاج مزيد المسعفين ليسعفوا الجرحى والمصابين. فأخذوا وضعوه في خانة الجنود، هو كان معترض. أيضا أحد المشاهد حصلت له أو أحد اللحظات حصلت له لما الضابط المسؤول له أمره بحمل السلاح
ورفض دزمند حمل السلاح كون أنه كان يقول للضابط أنه أنا لا أؤمن بالعنف، أنا لا أؤمن بالحرب، أنا هنا أريد أن أكون مسعفاً، لا أريد أن أكون جندياً، ولا أريد أن أتسبب في قتل أي أحد يعني. طيب الآن موقفه الآن من المعارض الحرب، هل هو بسبب ديني أنه يعني فرقة مسيحية لا تؤمن بالقتل، ولا موقف فلسفي أنه يعني معارض للحروب باعتبار؟ جميل، سؤال جميل. هو للأمانة جزء من هذا وجزء من ذاك. يعني نجد في سرد الفيلم موقف من طفولة ديزموند حين كان يتقاتل مع أخيه، والأطفال يتقاتلون يعني، ويعني أحيانا يختلط الأمر علينا في لعب الأطفال وقتالهم فيما بينهم البعض، وكان والده يعني يشاهد يعني ابنيه يتقاتلان، اشتد يعني العراك بينهم أو القتال بينهم وهم أطفال مرة أخرى. وكرر لم يتحمل ديزموند فأخذ حجرة أو شيء وضربه أخيه، وكاد يعني نجا أخيه من هذه الضربة بأعجوبة، يعني كاد أن يموت. هذا المشهد أثر به من الطفولة، خصوصا لما عادوا من المستشفى وشاهد عبارة أحد عبارات الوصايا العشر في المسيحية اللي تقول يعني you shall not kill، يعني ينبغي أن لا تقتل. فتألم لأنه كون أنه يعني متدين أو طفل، بس أهل ربه يعني على الدين المسيحي ومتدين، فتألم أنه وكأنه فعل فعلا شنيعا جدا، ألا وهو يعني كاد يقتل أخيه. هذا أثر به من هذه الناحية. من ناحية أخرى دي يعني هو كون متدين مسيحي، فهذا له أيضا بعد ديني يربط، أنه في مقولة النبي عيسى عليه السلام يعني إذا ضربك على خدك الأيمن أدلك له خدك الأيسر، فهو يعني على هذه الفلسفة وعلى هذه المبدأ الديني يسير، فيقرر أنه لا يقتل أي أحد، يعني يقرر أنه لا يقتل أي إنسان. أيضا من الأمور اللي حصلت له، أنا أعتذر أنه أسترسل ممكن في حديثي عن الفيلم، ولكن أيضا من الأمور الفيلم أجد أنه صراحة الفيلم شيق يعني وممتع وثري. أيضا من الأمور اللي حصلت له أنه بعد ما اعترض على حمل السلاح، الضابط حول إلى محاكمة عسكرية كونه خالف أمر عسكري. أوكي، هذا الجانب استطاع أن ينفذ منه ديزموند، لأنه من خلال يعني الحالة القانونية والمرافعات والمحاكم والمحكمة يعني ثبت أنه الكونغرس أصدر قانون في تلك الفترة أنه يحق للأشخاص معارضين الحروب أن يعبروا عن قناعاتهم ولا يشاركوا في الحرب. أيضا من حقوق هؤلاء الذين يعارضون الحروب أن يتطوعوا لخدمة الجيش الأمريكي. فاللي حصل إيش؟ أنه تحول لمحاكمة عسكرية، فاز بالقضية أنه يحق له أنه يعارض الحرب، كما أنه يحق له أن يكون يعني خادما أو جزء من الجيش الأمريكي. أيضا في تلك الفترة حولوه صار مسعف يعني، وبسبب فلسفته أو فكرة أنه لا يؤمن بالعنف، لا يؤمن بالحرب، وتعرف أن تؤمن بالشيء في وسط يعني في وسط الحرب، في وسط الأزمة، يعني أنت تختبر مبدأك على المحك. إيه، ما في يعني أنك يعني مو تقول أنا ما أؤمن بالحرب وحنا عايشين في سلام وما في حرب، فالناس يعني ما راح تتأثر. أوه كويس، تصفق لك. وقتها ما كانوا يعني رفاق الجنود يصفقون، كانوا يضربونه، كانوا يهينونه، كانوا يشوفونه أنه جبان، أنه خواف، كانوا يجدون أنه معتد أخلاقيا بنفسه، يعتقد أنه أحسن منهم أخلاقيا، كانوا يعتقدون أنه هو جبان أنه ما راح يقاتل معهم في الجبهة. أحد اللحظات حصلت معركة، وهو يعني الفيلم يتناول هذه المعركة ما بين هذه الكتيبة، كتيبة ديزموند، واليابانيين على أحد التلال. انهزم الجيش الأمريكي، انسحب ونزل إلى الأسفل، والتل هذا احتلوها اليابانيين. فديزموند في أحد الليالي الظلماء جدا الحالكة كان يناجي ربه، كان يقول يا الله يعني ساعدني أنه أفعل شيء، يعني ارشدني، قدني ماذا أفعل يعني. فسمع أحد الجنود يناجي يقول يعني ساعدوني، فوجد يعني ديزموند نداءه، تسلق يعني عبر الحبل، صعد للتلة، والصعود ليس بالسهل يعني. وديزموند يمتاز بأنه ذو بنية نحيلة جدا، ليس بالشخص المفتول العضلات والقوي والطول الطويل. أنا كواقع، أي بالضبط كواقع، وهو قصة حقيقية جدا يعني. فتسلق عبر الحبل، وصل إلى التلة، أنقذ هذاك الجندي، ربط بالحبل وأنزل، وذهب لإنقاذ المزيد من الجرحى، الجنود الجرحى أو حتى المقتولين كجثث. فكان ينزلهم، وكان الجيش تحت أو الكتيبة تحت،
تتلقف الجثث. في البداية لما ذهب ديزموند إلى التلة ورأوه يعني يدخل في الدخان، وكان الرصاص يعني كالمطر يتراشق يعني في تلك التلة، كانت يعني معركة حامية يعني، فظنوا أنه خلاص هذا ذهب ليموت يعني أصلا، يعني لا يمكن أنه ذهب ويبقى حي. تفاجأوا أنه في كل حين ينزل جندي جريح، ينزل جثة ويتلقفونها، ويظهر أنه هذا ديزموند. وكان كل ما ينقذ جندي كان يقول يا الله ساعدني أنه أنقذ المزيد، يا الله ساعدني أنه أنقذ المزيد، يا الله ساعدني أنه أنقذ نفس أخرى. فأنقذهم إلى أن وصل يعني حسب يعني، لأنه هي تختلف روايات، إلى أن وصل عدد الجنود اللي أنقذهم ما يفوق 75. بعض الرفاق كانوا في رفاق الجنود كانوا يقولون أنه فاق 100 العدد اللي أنقذها فقط ديزموند لوحده يعني. وانتهى الأمر أنه ديزموند حصل على ميدالية الشرف في الأعلى في تاريخ أمريكا، وهو لم يقتل نفسا بشرية واحدة بل أنقذ أنفس بشرية. وكان يعني هذه مفارقة، هذه بالضبط هذه المفارقة، مفارقة أنه أنت في حرب وليست أي حرب، في حرب عالمية كبرى دموية تقاتل فيها، تخرج منها يعني منتصرا شخصيا، أقصد أنه تشرف وأنت ما قتلت، بالعكس أنت أنقذت أرواح يعني. هذا يمكن باختصار، أن أصلا اختصرت أنا ممكن أبدو كأني أطلت، لكن الفيلم أيضا يضعك ضمن أسئلة كثيرة يعني، يضعك في مدد وحشية ودموية الحروب، يضعك في هل هو هو خرج 2016 صح، هل هو بعد تجارب أمريكا المريرة في أفغانستان والعراق أنهم راحوا حروب عبثية فخلتهم يبحثون عن قصة تصلح أنه ممكن. وأيضا المخرج ميل جيبسون يعني لمن يعرفه هو شخص متدين جدا، مسيحي، البعض يصفه بأنه يميني أيضا، وأيضا هو أخرج سابقا فيلم مشهور عن النبي عيسى عليه السلام المسيح، كان يسمونه آلام المسيح. ميل جيبسون بعد مشهور يبحث عن الشخصية المتدينة. ميل جيبسون هو من المخرجين القلائل الذي يبحثون عن كيف أن يوظف الدين، ممكن يكون بطريقة حسنة، كيف يوظف يعني دين المسيحي في أفلامه. يعني من النادر في أفلام هوليوود تحديدا تجد يعني بطولة يعني شخص متدين أو مسيحي أو يوم بين دين يعني غالبا يعني يتم الاستهزاء بالعقائد والأديان والفلسفات الدينية عموما، أو ينظر لها باستصغار كونها أنه لا تفسر كثيرا الأشياء. ميل جيبسون يختلف أتصور من هذا الجانب. وجانب آخر أنه ميل جيبسون أتذكر أنه شفت لمقابله كان يقول أنه يرغب أنه يقدم صورة مختلفة عن صور الحروب، أنه أبي أشوف حرب ما تنتصر فيها عشان تقتل، أنه ممكن تنتصر فيها عشان أنك تنقذ. فهذا جانب. وأيضا أصلا الفيلم يضعك كما قلت يعني في أسئلة كثيرة، يعني أحدها أنه لو أنه رفاق ديزموند ما كانوا يقاتلون في المعركة، هل ديزموند بيحصل على هذه الرفاهية بأنه ينقذ أصلا؟ هل الموضوع عبارة عن تكامل أدوار يعني كما سبق وذكرنا في كتابنا السابق، كل واحد يمارس الدور المناسب؟ يعني ضعك بأسئلة كثيرة. وفي الجميل وتناول قضية شائكة، أنه هل الحرب وسيلة صحيحة، وسيلة آمنة لتحقيق الغايات أم لا؟ والله عفيك ما قصرت. العفو أخوي أبسمو، أشكرك جزيل الشكر أيضا، كما أشكر مستمعينا ومشاهدينا، أشكركم جزيل الشكر، ونراكم في حلقة قادمة في أمان الله.